أن دخول حيز الخدمة للوصلة البحرية الجديدة الكابل من الألياف البصرية ميدكس التي ستربط الجزائر طيلة 25 سنة المقبلة مع بقية العالم بتدفق عالي جدا يصل إلى 8 تيرابايت، مما سيحقق الاكتفاء للشبكة الوطنية وتأمينها كذلك من الانقطاعات والتذبذبات التي تعاني منها اليوم في كل مرة فيه أعمال صيانة على الشبكة الدولية المتواجدة هي سيمي ويكات. وفي ذات الوقت ستسمح للمتعاملين الجزائريين للاتصالات بالتطلع إلى السوق الإفريقية، بما أنه استعمالات الإنترنت في الجزائر اليوم لا تصل حتى 2 تيرابايت، أي سعة هذا الكابل ستسمح باكتفاء المواطنين الجزائريين بزيادة التدفق على كل التراب الوطني.